طب ليه وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي لغات، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هنبدأ نحل الإكزام بتاع مارش إبريل بتاع الساينس سيكشن للبيور ماثماتيكس. طيب أنا أول سؤال عندي اللي هو نمبر 16 واللي اف تي ان is equal to 2582L is an arithmetic sequence. طيب arithmetic sequence معناها ايه؟ معناها ان انا لازم اعرف اول ترم اللي هو 2، يبقى اول حاجة ال A equals 2. طيب وال common difference اللي هو D، ال common difference عندي اي ترم minus اللي قبله، يبقى 5 minus 2 which is equal to 3. جميل. طيب هو بيقول لي ايه هنا؟ whose 17th term from the beginning is itself the 17th term from the end. ده هو بيقول لي T17 from beginning is equal T17 from the end. طب ده معناه ايه؟ والله في طريقتين ممكن افكر بيه. هو بيقول لي لو انت عندك التي 17 ده من البداية ومن النهاية هو نفس الترم، يبقى فيه اكيد قبله 16 وبعده 16، يبقى معنى كده ال number of terms، يبقى ال n equal 16 plus 16 plus الترم اللي عندي ده يبقى equal 33، يبقى ال last term ده هيبقى تي 33. طب ايه تي 33 بقى؟ ده ممكن يبقى ايه؟ ده ممكن يبقى A plus 32 دي، احنا عارفين الريليشن دي. طب يبقى الـ A بكام؟ بـ 2 plus 32 times دي بكام؟ بـ 3، يبقى 2 times 3 times 2 plus 3 times 2 6 و 3 times 3 9، يبقى 96 plus 2 تديني كام؟ تديني 98، يبقى الإجابة بتاعتي letter A. دي طريقة. الطريقة التانية ان انا ممكن اقول والله انت عندك T17 from starting equal T17 from ending. طب دي معناها ايه؟ T17 from the starting يعني ال A هو يكون ال first term، يبقى معنى كده هيبقى A plus 16D. طب from ending يبقى ال L ده هيبقى ال first term، بس خد بالك وانا راجع بنقص، يبقى هيبقى L minus 16 دي. ال A دي اللي هي 2. طيب وال 16 دي ال D احنا قلنا قبل كده عبارة عن 5 minus 2 اللي هي 3، يبقى 16 time 3 equal ال L equal كام بقى؟ 16 دي برضو، يبقى 16 times 3. طب يبقى ال L يكوال كام بقى؟ ما بقول لي then L بكام؟ خلاص ما هو أنا عندي ده L 2 times 3 times 16 minus الكلام ده، يبقى معنى كده إن هيبقى 2 plus 16 times 3 plus 16 times 3. طب أجمع ده على الآلة هيبقى 3 plus 3 times 16 بكام؟ 18 و 3 times 1 ب 3، 3 plus 1 ب 4، وهنا برضو 48، يبقى 48 و 48 يبقى 96 plus 98 plus 896 plus 2 هنا يبقى 98. أعتقد هو نفس الإيه؟ الإجابة بطريقة مختلفة. طيب دي طريقة حل ودي طريقة حل، اللي يعجبك تحل بيه. طيب إيه تاني ممكن أحل بيه؟ ممكن أشوف السؤال الثاني اللي هو number 17. هو بيقول لي هنا for all the values for n which is belongs to z positive، يعني z positive يعني 1 2 3 4 and so on. طب ال a equal 1 plus 3 plus 5، الله ده summation till to mean to n minus 1، الله يعني ده last term وده first term. طب ده summation،
طب الايه يا ترى هيبقى بتساوي ايه؟ يبقى ده سميشن بتاع الكلام ده. طب هو ده عبارة عن ايه؟ ده هو بيزود 2 هنا، بيزود 2، يبقى دي arithmetic sequence. طب السميشن بتاع ال S N بتاع السميشن بتاع ال arithmetic sequence كانت بتساوي ايه؟ N divided 2 في A plus L. طيب N اللي هو كام؟ معرفش، ال N over 2. طيب ال A عندك بكام؟ 1 plus، طب وال L؟ 2N minus 1. طب ما هو ال 1 هيتكنسل، هتبقى لك N over 2 times 2N. طب ما ال 2 تتكنسل، يتبقى لك ان سكوير. الله، ان سكوير ده عباره عن ايه؟ اللي هو ده الايه، ما هو ده الايه هو الصم نفسه، الايه هو الاس ان. الايه طلع بان سكوير، ده ايفن ميبي، بس ميبي لا. بيرفكت كيوب، لا ده سكوير، يبقى هو ده بيرفكت سكوير، يبقى انا اختار الدي. طيب في كويشن نمبر 18 بيقول لي ايه فيه؟ بيقول لي في كويشن نمبر 18 بقول if the general term of a sequence is tn which is equal n square minus 4n plus k n summation from n is equal to 1 to n is equal to m for tn. tn دي خد بالك هي نفسها دي. طب وال tn دي عبارة عن ايه؟ ده n square minus 4n plus k. دي quadratic function، دي quadratic ايه؟ function. الله، الكوادريك فانكشن دي زي الاكس سكوير بلس 2 4 اكس بلس 5 مثلا. ده كانت بترسم ده على زي حرف يو او حرف ان. طب حرف يو حرف ان دي ليها ماكسيم مينيموم فاليو، ودي ليها ماكسيموم فاليو، بس عندي مين؟ دي عندي الفيرتكس. طب ودي عندي الفيرتكس برضه. طب الفيرتكس كانت بتساوي ايه؟ قال لك اكس ايكوال نيجاتيف بي اوفر 2 اي. ايه الاكس، ايه البي والاي دي؟ الاي دي اللي كان قدام اكس سكوير، ما كانت الايكويجن بتاعتي a x سكوير بلس b x بلس c ايكوال 0. ال a اللي قدام ال x سكوير، يبقى ال a هنا اللي قدام ال n سكوير. طب وال b اللي قدام x، يعني اللي قدام ال n. المهم where k is a constant، ال k دي constant and tm is the smallest term. الله، ده ال tm ده يعني من n equal 1 لغايه n equal m ده هيبقى ال smallest term، بحيث ان السميشن من 1 لغايه ام دي تبقى السميشن بتاعها. طب هو السمولست تيرم هنا يبقى ايه؟ السمولست فاليو هنا ايه؟ ده عند الفيرتكس، يبقى عند الاكس ايكوال كام؟ عند الاكس ايكوال نيجاتيف بي اللي هو نيجاتيف نيجاتيف 4، يبقى نيجاتيف نيجاتيف 4 اوفر 1 اوفر 2 تايمز 1، يبقى 4 ديفايد 2 ايكوال كام؟ ايكوال 2. الله، يبقى الام دي بكام؟ بتو، يبقى انا عايز من n equal 1 لغايه n equal 2. طب ده بيساوي كام؟ 7. طب ايه تي ان دي؟ طب ما هي تي ان اللي فوق. طب نعوض ازاي بقى؟ هنشيل ال n دي ونحط 1 هنا، يبقى هنا 1 سكوير ماينس 4 تايمز 1 بلس k، يبقى ده تي 1 بلس، انا عايز من n equal 1 لغايه n equal 2، يبقى اعوض عن ال n ب 2، يبقى 2 سكوير ماينس 4 تايمز 2n 2 بلس كي. السبميشن بتاع الاتنين دول يبقى بكام؟ يبقى ب 7. طب انت عايز تحسب مين؟ عايز احسب الكي، يبقى هنا 1 ماينس 4 بلس كي بلس 4 ماينس 8 بلس كي ايكوال 7. طب ما هنا 1 ماينس 4 كي بلس كي يبقى 2 كي، ماشي. طب 1 ماينس 4 هنا ماينس 4 بلس 4، طب 1 ماينس 8 ماينس 7 ايكوال 7. طب ما تنقل 7 الناحية التانية، يبقى 2 كي ايكوال 7 بلس 7، يبقى 2k equal 14. اعمل divided 2 يبقى الk equal كام؟ equal 7. يبقى انا هختار letter B. طيب السؤال اللي بعده اللي هو number 19، number 19 بيقول لي ايه؟ بيقول لي if the first term in arithmetic sequence is equal to 2. ايه ال first term ده؟ اللي هو ال A، يبقى انا عندي ال a equal to، ماشي. and the quotient of division of the seventh term by its third term. ده t7 divided t3 is equal to 2، بس لا، ال and remainder 8، يبقى and remainder 8. طب دي اترجمها مثل ازاي؟ يبقى اقول والله يبقى t7 equal
2 يبقى اعمل كروس ملتبلاي هنا 2 تو 3 اند ادينج تو 8 عشان ده الريميندر اللي بزوده. طب then the 14th term يبقى انت عايز تي 14 بكام؟ طب التي 14 انا عارفه وقال لي arithmetic sequence، يبقى تي 14 عبارة عن ايه؟ عن a plus 13 d، يبقى انا عايز الاي والدي. ماشي، اعمل ايه هنا؟ والله هعوض بس التي 7 a plus 6 d، لان دي sequence arithmetic sequence. طب 2 times تي 3 هتبقى a plus 2 d plus 8، يبقى هنا a plus 6 d is equal to a plus، هوزع هنا distribute 4 d plus 8. طيب انت عندك هنا ايه؟ 2a و a. ماشي يا سيدي، وبعدين ال a عندك ب 2، طب ما تشيل ال a وتحط 2، يبقى هنا 2 plus 6d و 4d، ما تشيل d هنا وتحط 2d هنا، يبقى 6d minus 4d ب 2d equals 2، 2 times 2 يبقى 4 plus 8. طب 4 plus 8 بكام؟ ب 12. طب ما تنقلها 2 هنا 2 plus 2d، طب انقل ال 2 الناحية التانية، يبقى ال 2 دي ايكوال 12 ماينس 2، يبقى الدي ايكوال كام؟ ال 2 دي ايكوال 10، يعني الدي ايكوالز 5. طب انت عرفت ال 5؟ اه. وعارف ال A؟ اه. يبقى ال A عندك ب 2 بلس 13 تايمز 5، يبقى 2 بلس 5 تايم 3 15، معايا 1، يبقى 5 تايمز 1 ب 5 بلس 1 6، يبقى ب 67. يبقى انا عندي الايه؟ 67 اللي هي البي. بعده اللي هو question number 20، بيقول لي in the sequence tn if t1 is equal to 1، يبقى انا عرفت ان t1 بكذا، طب و tn plus 1 بكذا، and t3 equal 31، يبقى t3 انا عارفه، then k بكام؟ طب انت عندك t1، طب يبقى t2 بكام؟ يبقى انا هشيل ال n هنا واحط 1 وهنا 1، يبقى هتبقى 1 plus 1، يبقى t2 equal 4 t1 plus k. طب ما هي تي 1 دي هي نفسها دي، يبقى هتبقى 4 تايمز 1 ب 4 بلس كي، يبقى انا عندي تي 2 بيساوي 4 بلس كي. طب تي 3 بقى، يبقى اشيل ال ان دي واحط 2 واحط دي ب 2، هتبقى تي 2 بلس 1 تبقى تي 3، هتبقى 4 تي 2. طب ما هي تي 2 هي دي، اه، تبقى 4 تايمز 4 بلس كي، ها بلس كي كمان. طب ده ايكوال كام؟ ده اه ده هو تي تي 3 ده، اه ده ايكوال 31. طب خلاص اعمل سولفنج للايكويشن دي، يبقى 4 تايمز 4 16 بلس 4 تايمز كي 4 كي بلس كي ايكوال 31. طب ما تنقل 4 كي بلس كي بكام؟ ب 5 كي، و 31 ماينس 16 هيبقى ب 15. طب ما تعمل ديفايدد 5 بقى يا سيدي، يبقى ديفايدد 5 يبقى الكي بكام؟ كي ب 3، يبقى انا عندي الكي ب 3 هنا. مسألة بسيطة بس عايزة تركيز في الشغل، المسائل كلها محتاجة انك تركز وانت بتشتغل بس. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي the average rate of change of f is negative 4، يبقى ده ال a of h، ده ال a of h، ده ال a of h، ال average rate when x values من كام لكام؟ من b ل 2، الله، يبقى دي x1 ودي x2. طيب where f of x equal كذا، يبقى دي الفانكشن رول، and b اصغر من 2، طيب then b بكام؟ خلاص ال b اصغر من 2، طب ما تعوض بقى ال a of h equal ايه؟ ال a of h equal ها f of x2 minus f of x1 divided x2 minus x1. طب ده معناه f of x2 يعني هنعوض بال 2 دي في الفانكشن دي، يبقى هتبقى ايه بقى؟ هتبقى 4 تايمز 2 سكوير بلس a ماينس f of x1 يعني f of b، يعني هتبقى براكت كده 4 b سكوير بلس a. ماشي يا سيدي، طب ديفايدد مين؟ 2 ماينس b. طب الكلام ده ايكوال كام يا سيدي؟ ايكوال نيجاتيف 4، ما هو قال لي كده ال a of h ايكوال نيجاتيف 4. طب ده ايكويشن نحلها بقى يا سيدي، 4 2 سكوير يعني 4 تايمز 4 يبقى 16 بلس a. طب وهنا ماينس 4 بي سكوير، يبقى ماينس 4 بي سكوير بلس a، اه ده هتبقى ماينس a بقى عشان الماينس ده هتغير ده وده،
ماينس 2 بي ايكوال نيجاتيف 4 اوفر 1 طبعا. الايه هتتكنسل مع الايه، هتبقى لي ايه بقى 16 ماينس 4 بي سكوير، هعمل كروس ملتبلاي بقى، يبقى 16 ماينس 4 بي سكوير ايكوال نيجاتيف 4 تايمز 2 تبقى نيجاتيف 8، ونيجاتيف 4 تايمز نيجاتيف بي تبقى بلس 4 بي. طب خد ده كله كده واعمله كوادراتيك فورم، يبقى 4 بي سكوير ها هنقله بالناحية التانية بالبوزيتيف بلس 4 بي، انا نقلت ده كده، يبقى دي هتستنى زي ما هي، وال16 تروح بالنيجاتيف مع ماينس 8 تبقى ماينس كام 8، وماينس 16 يبقى ماينس 24 ايكوال 0. طب ما تعمل ديفايدد 4 يا سيدي، يبقى هتبقى بي سكوير بلس بي ماينس 6 ايكوال تو 0. طب ما تعمل فاكتورنج يا عم بسرعه، يبقى البي تايمز بي ها و3 تايمز 2 دول ب 6، بس دي هتبقى بوزيتيف ودي ايه نيجاتيف، عشان بلس 3 وماينس 2 يديني بوزيتيف 1، الكبير زي الميدل، يبقى البي ايكوال نيجاتيف 3 والبي ايكوال 2، بس هو قال البي اصغر من 2 يبقى ما ينفعش اخد دي، يبقى ريفيوزد، يبقى البي بكام؟ البي بنيجاتيف 3. طيب المسألة اللي بعد كده بيقول لي فيها ايه؟ بيقول لي اف if f is a continuous function at x equal 3. طيب جميل، يعني ايه ال f في continuous عند x equal 3؟ and limit الكلام ده بيساوي 1 over 6، يبقى ال f داش بيساوي كذا. الله، طب انت ملاحظ ان هنا مديك f داش، هو عايز ال f داش ومديني limit. طب الليمت، الليمت بتاع ال f داش عند 3 معناها ايه؟ مش معناها f of x minus f of 3 على h لما h approaches to 0؟ طب ما انت عندك f of x minus f of 3، لو انا عملت divided x minus 3 اللي هو 0 factor ده، يبقى انا ممكن اقول له والله ان limit x approaches to 3 اخليها x minus 3 approaches to 0. ماشي يا سيدي، نقلت دي الناحية التانية. طب واللي فوق 2x minus 6 هعملها divided x minus 3. طب وتحت هتبقى f of x minus f of 3 على x minus 3. طب ما هو ده عبارة عن مين؟ باخد ليميت اللي تحت، خد بالك من اللي فوق في 2 كومن، ممكن تاخد q 2 كومن يتبقى x minus 3 مع x minus 3، يبقى ليميت اللي فوق ب 2 بس، لكن ليميت اللي تحت ليميت هتبقى ليميت f of x minus f of 3 على x minus 3 لما x approaches to 3 او x minus 3 approaches to 0. ده الديفينيشن بتاع مين؟ ال f derivative. يبقى 2 over f derivative of 3 بقى ها equal to كام؟ 1 over 6. طب ما تعمل cross multiply، يبقى f dash of 3 هتبقى ب 12 اللي هي c. تمام الكلام الفاضي ده؟ تمام إن شاء الله. طيب السؤال اللي بعد كده، السؤال اللي بعد كده بيقول لي إيه فيه؟ بيقول لي في الجراف ده، إحنا هنقرأ السؤال، طبعًا الجراف مر علينا كده. بقول لي the given figure represents the curve of a function f. If the function line L intersects the curve at points كذا وكذا, then the average rate of change of f. هو ايه ال average rate of change؟ والله ارجع للجراف بقى. ايه ال average rate of change؟ اللي هو ال a of h. ايه ال a of h بقى؟ انا عارف ان ال a of h عبارة عن f of x2 minus f of x1 over x2 minus x1، اللي هي زي ما يكون y2 minus y1 على x2 minus x1. طب ما هو ده السلوب بتاع اللاين ده. طب اللاين ده بيمر بمين؟ ده بيمر ب2 على x و0، وبيمر بمين على الواي؟ 0 1. طب ما تجيب لي السلوب بتاعها، يبقى هيبقى هنا 0 minus 1 وهنا 2 ماينس 0، يبقى هتطلع نيجاتيف 1 على كام؟ على 2. يبقى ال a of h هيبقى نيجاتيف 1 على 2، يبقى 1 ماينس 0 نيجاتيف 1
0 ماينس 1 او العكس يعني 0 ماينس 1 بنيجاتيف 1 و2 ماينس 0 اللي هو واي 2 ماينس واي 1، يبقى الاي اوف اتش هتبقى عندي نيجاتيف هاف. يبقى انا اختار مين؟ هختار عندي نيجاتيف هاف اللي هي دي، هختار الإجابة دي. خلاص خلصنا من المسألة دي. طيب المسألة اللي بعدها بتقول لي إيه؟ بتقول لي أنا عندي بيراميد زي ده، الشكل اللي قدامي ده، والله بيقول لي المسافة دي كلها 200 متر والانجل دي 62 ودي 40 ديجريز، وعايز الهايت بتاع البيراميد. هو عايز الهايت بتاع البيراميد. طيب يا سيدي انت عايز الهايت بتاع البيراميد؟ عايز الهايت بتاع البيراميد اللي هو ده. هو ده. طب انت عندك دي كام؟ 62. طب ودي 40. طب ما هي دي تعتبر اكستيرير فيت بالنسبة للترينجل ده. طب تبقى الانجل دي كام؟ الانجل دي 62 minus 40 يعني 22. طب وبعدين؟ طب ما انت عندك دي 22 دي 40. طب ودي كلها 200 ودي 100. طب يبقى دي 100 متر. خلاص يبقى 100. طبق بقى ساين رول على الترينجل ده، يبقى 100 اوفر ساين 120. ساين 22 اسف، ساين 22 ايكوالز هاخد السايد ده اللي هو ليكن اكس مثلا، اكس اوفر ساين 40. طب انا عايز اجيب مين دلوقتي؟ يبقى الاكس ايكوال 100 ساين 40 ديفايدد ساين 22. طب استخدم ايه؟ استخدم الحاسبه بتاعتي. طب ما تستخدم يا سيدي الحاسبه بتاعتك اهي، ادي الحاسبه اهي، ادي الحاسبه هستخدمها. فين الحاسبه؟ اهي استخدمها يا سيدي. 100 تايم الساين كام؟ 40، وقفل براكت ديفايدد ساين 22، وقفل البراكت بتاعك واكتب ايكوال الكلام ده. ده هيطلع 171.56 يعني 171.6. يبقى انا هقول له كده والله ده 171.6. طيب 171.6 ده راوندلي. طب انا عرفت الاكس دي 171.6. طب انت عايز مين الهايت ده؟ طب سميه ده واي. طب ما هو واي بيقابل مين؟ 62. طب ما تقول لي واي اوفر ساين 62، اعمل الساين رول تاني. طب ده ايكوال مين بقى؟ ايكوال ده اوفر ساين 90، ايكوال 171.6 اوفر ساين 90 اللي هي ب 1، مش فارقه معايا. يبقى ده تايمز ده يديني واي، يبقى الهايت بيساوي 171.6 تايمز ساين 62. طب فين الكالكوليتور بتاع؟ الكالكوليتور موجود اهو. احسب يا سيدي. طب نحسب عشان بس نشوف اللي احنا هنكتبه. 171.6 تايمز ساين 62، ادي ساين 62، ونقفل براكت ونقول له بيساوي يطلع 1551.5. يعني دي ممكن لو انا لقيت 1551.5 يبقى انا ممكن اقولها والله دي اكتر من 151.5، دي راوندلي 152 دي راوندلي. يبقى انا لا مش هختار دي، هختار دي لان الزياده عندي اكتر من ايه؟ من 5. طيب ابدا اشوف الاجابات، هبدأ أشوف الإجابات بتاعتي وأشوف إيه اللي إحنا هنختاره. خلاص دي خلاص متشكرين، هنبدأ نشوف الإجابات بتاعته. والله عندي 151 152، لا يبقى أنا أختار مين الأقرب؟ هختار 152 الأقرب. طيب ده سؤال البيراميد. طيب إيه اللي بعد كده؟ السؤال اللي بعد كده مديني رسمة زي دي. طب وبعدين هنقرا الكلام ده عشان ممكن ايه نطلع الرسمه شويه، ومديني هنا الفا وهنا ثيتا. ماشي يا سيدي. طب وبعدين بقول لي ات اكزاكتلي 7 اي ام الساعه 7 الصبح اشيب موفد فروم ابورت، في مينا اتحركت منه سفينه الساعه 7 الصبح.
in the direction theta degree اللي هو في الدايركشن ده. طيب ساوث ايست، ساوث ايست ادي طبعا انا عندي هنا الايست وده الساوث ماشي، وده الويست واللي فوق النورث. طب يبقى هي مشيت كده. طيب with speed 3 km per hour، ده هي مشيت بسرعة 3 كيلومتر على الساعة. at exactly 8 am، يبقى هي مشيت كام؟ بسرعة 3 كم على الساعة، 3 كم per hour من الساعة 7. طيب والساعة 8 another ship moves from the same port in the direction alpha. الالفا يبقى هيمشي الناحية، تمشي الناحية دي south of east with speed of 4 km per hour. يبقى أنا عندي دي الأولانية دي هتمشي بسرعة 3 كم per hour الفلوس بتاعها أو السبيد بتاعها، والتانية هتمشي بفور. طيب exactly at 11 am if ايه بقى؟ هنشوف بقى باقي الكلام. at am if the distance between the two ships was 12 root 3 then theta plus alpha بكام؟ خلاص يبقى انت بقول لي 12 root 3 ده الساعة 11. طب الساعة 11 دي تبقى فين؟ الساعة 11 دي معناه انك انت كده هيبقى دي 12 root 3 اللي هي المسافة دي. طب هو مشي هنا من الساعة 7 للساعة 11 بسرعة كام؟ 3. طب مشي 7 لغاية الساعة 8 ل 9 ل 10 ل 11. طب يبقى دي ساعة 2 3 4. طب 4 في 3 تبقى دي بكام؟ ب 12 كيلومتر. طب والتاني كان ماشي بسرعة كام؟ كان 4. طب بس الناس مش الساعة كام؟ ده من الساعة 8 ل 9 ل 10 ل 11، يبقى دي ساعة 2 3. طب 3 في 8 في 3 في 3 تايمز 8 اللي عندي دي 3 تايمز 4 اللي هو كان ماشي بيها، الله دي تبقى 12 كمان. الله، طب ما ده 12 وده 12 صح؟ يبقى ده يعتبر ايسوسلس ترينجل. طب هو اللاين اللي هو رسمه ده هوريزونتال زي اللي فوق ده؟ لا طبعا. طب يبقى انا ممكن اجيب الانجل دي طالما انا عرفت 3 سايدز في تريانجل عن طريق مين؟ عن طريق الكوساين رول. يعني انا لو سميت دي اكس يبقى ممكن اقول له كوساين اكس ايكوال ده سكوير بلس ده سكوير ماينس ده سكوير، يبقى 12 سكوير بلس 12 سكوير ماينس 12 روت 3 ديفايدد 2 تايمز 12 تايمز 12. وبعدين اجيب الاكس. طب والالفا بلس ثيتا؟ طب ما هتبقى الالفا بلس ثيتا خلاص خلصت كده، تبقى 180 ماينس اكس. طب اجيب دي منين؟ ما هجيبها يا سيدي من الكالكوليتور بتاعي برضو. هات الكالكوليتور بتاعك تاني يا سيدي، ادي الكالكوليتور. طيب نحرك الكالكوليتور كده عشان نشوف بس احنا هنكتب ايه عليه. يبقى في الحالة دي هنبدا نعمل شيفت كوساين لان انا عايز الانجل، يبقى شيفت كوساين على طول كده والفراكشن بتاعي. يبقى هعمل 12 سكوير بلس 12 سكوير ماينس 12 روت 3 اول سكوير برضو سوري هنا في الحته دي، يعني في الحته دي هنكتب بس دي سكوير هي كمان عشان بس ما نغلطش في حاجه. يبقى في الحاله دي هتبقى 12 براكت تاني صغير كده، يبقى هنا 12 روت 3 واطلع بره كده واقفل البراكت الصغير ده الاول واعمل عليه سكوير، وبعدين نعمل براكت تاني ل يبقى ماينس 12 مش ملوش لازمه البراكت التاني. يبقى هننزل ايه؟ هننزل تحت هيبقى 2 تايمز 12 تايمز 12. يبقى الكلام ده ايكوال كام يا سيدي؟ هتطلع 120. الله، 120 دي اللي هي مين؟ اللي هي اكس. طب يبقى الفا بلس ثيتا بكام؟ خلاص يبقى ب 60 مش محتاج. يبقى انا في الحاله دي يبقى الاكس هنا هتبقى ب 120، يبقى الالفا دي هتبقى ب 180 ماينس 120 هتبقى ب 60 ديجريز. طب نشوف الاجابات كده. والله لو لقينا 60 دي يبقى حاجه كويسه، يبقى احنا كده ايه نشوف الاجابه اللي عندي. والله انا في 60 اللي هي في الاجابه الاولى، يبقى ممكن اختار ال 60 دي. طيب هل في سؤال بعد كده؟ اعتقد ده كان اخر سؤال عندنا في البيور ماثماتكس، و
وإن شاء الله في وقت تاني نبقى نحل الـ Applied أو الـ Applications في وقت تاني، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.